سيداتي المقاولات، السادة المقاولين، السادة المتتبعين الكرام، مرحبا بكم جميعا. سعيد جدا بكم باش نتلاقى معكم اليوم في لقاء آخر، سلسلة أخرى من سلسلة What Matters Most Meeting. هذه السلسلة الحمد لله اللي أعطت نجاح كبير، وأعطت كذلك تميز وتفوق، وأعطت تجارب لكلنا الحمد لله تبعناها، والتعاليق خير دليل على أهمية هذه السلسلة. نواصل كذلك هذا النجاح، واليوم معنا ضيفة كبيرة من العيار الثقيل، جاءتنا من مدينة سلا ماناجير اسور. بداية كانت 2012، هذه مدة والحمد لله وهي في مقاولة معنا مع فوريفر ليفينغ برودكت، اسم كبير على الساحة وكذلك خارج أرض الوطن. ماناجير اسور باسمكم غادي نرحبوا بالسيدة خديجة أم العيد. خديجة أم العيد، مرحبا بك. شكرا سي مصطفى على الاستضافه ديالكم ليا، ومن خلال هذا البرنامج هذا غادي نقدر انني نتواصل مع المقاولين والمقاولات وكذلك المتتبعين ديال الصفحه ديال فوريفر ليفينغ برودكت، وان شاء الله تستفدوا معايا في هذه الحلقه هذه. اول سؤال غادي نوجهه لك، ومن الحقيقه كلشي متشوق انه يعرف القصه ديال خديجه، مدام خديجه، كيفاش كانت البدايه وشنو هي الاسباب اللي خلاتك يعني تكوني مقاوله ناجحه مع فوريفر؟ بالنسبه للتعريف ديالي، خديجه ابو العيد، قبل ما نبدا البروجي هذا كنت ربت بيت، عندي بنيته، ولكن كنت واحد الانسانه اللي هي طموحه بزاف. طبيعه الحال ما قدرتش انني نكمل الدراسه ديالي، والشخصيه ديالي واحد الشخصيه اللي هي حدوديه، وانسانه اللي نقدر نقول لكم ثقه في النفس ضعيفه. في الاواخر ديال 2012 تعرفت على الفكره ديال المشروع اللي كنت اعتبرتها رساله، اللي جاتني في واحد الوقت اللي انا كنت كنقلب على شي حاجه ما ندير، اللي صراحه كنت كنقلب باش انني نمشي ننمي الشخصيه ديالي، وفي نفس الوقت ان كان عندي واحد الوقت اللي بغيت نستثمره باش ان يكون عندي واحد المدخول اللي به غادي نحسن، يعني يكون عندي واحد المدخول اللي به انايا غادي نصرف على راسي كيف ما كنقولوا. هذا هو القصه ديالي قبل ما نبدا البروجي، ولا يعني تعريف بالنسبه ليا انايا قبل ما نبدا. ما شاء الله عليك وتبارك الله، باركور اللي حافل بالنجاحات، وقدرتي انك تحولي الفكره الحمد لله النجاح. فمدام خديجه، بغينا نعرفوا الكيفية ديال تطوير العمل ديالك داخل فوريفر، شنو هي الأسباب؟ كاين هناك محفزات وأسباب، كيفاش طورتي العمل ديالك مع المقاولين ديالك؟ بالنسبة لهذا السؤال هذا ديال كيفاش طورت العمل ديالي مع المقاولين ديالي، الحاجة الأولى اللي كتجي قبل ما نبداو الخدمة، كيخص يكون الإنسان جالس مع راسه وعارف شنو هو الدافع ديالو. يعني الدافع مهم بزاف أننا نطوروا أي مشروع كيف ما كان يكون، لأن مشروع مع فوريفر هو بحاله بحال أي مشروع. في المشاريع الاخرين كنخدموا بلي برودوي كيف ما كان يكون هذاك البرودوي، اولا كيخصنا حنا نوجدوا واحد البرودوي اللي هو لا مارك ديالنا ولا البراند ديالنا. حنا اختارينا فوريفر علاش؟ لان كتعطينا واحد المجموعه ديال الامتيازات. فهو انا ما خصني ندير دراسه السوق، ما نقلب على برودوي نصايبو لقيت واحد المنتوج الجوده مزيانه واللي ما كيحشمناش مع الكليان. وحاجه اخرى اللي هي مهمه بزاف، ملي كنكونوا عارفين الدافع ديالنا كيخصنا حنا نكونوا مسؤولين على النجاح ديالنا، ما نبقاوش حنا كنلوموا الاخر ديال حقا ما نجحتش حيت الكليان ما كاينش، ما نجحتش حيت البرودوي ما كيتباعش، البرودوي بطبيعه الحال ما كيتباعش حنا اللي كنبيعوه، ما نجحتش حيت انا ما قدرتش نكمل الدراسه ديالي، ما نجحتش، كنبقاو نلوموا الاخر. ودائما كنقول واحد الكلمه ديال ان راه صبع واحد كيشير ولكن راه كاينين اربعه الصبع كيشيروا لعندنا. انا صراحه الحاجه اللي عاونتني بزاف هو ان هذيك القضيه ديال كنشير لعندي عاونتني ديال انني نطور راسي، ديال ديما كنقول خديجه خصك تخدمي على راسك، ملي كنلقى صعوبات كنقول خصك تغيري طريقه الخدمه، وهذا الشيء هذا خلاني انني ديما كنقلب على افكار جداد، كنقلب على طريقه عمل جديده باش انني نقدر نطور المشروع ديالي. ملي كيكون قائد عنده واحد الرؤيه وعارف راسو فين غادي، راه كيقدر يقود الفريق اللي معاه. الا كان القائد ما عندوش رؤيه اكيد راه ما غاديش يقدر انه يقود الفريق ديالو، لانه هو براسو ما عارفش الوجهه ديالو، ما عارفش فين غادي. يعني الحاجه اللي عاونتني هو ان عندي واحد الدافع، وكان عندي واحد المسؤوليه تجاه الدافع اللي عندي. وبطبيعه الحال حاجه مهمه بزاف هو حسن الظن بالله، بان الله هو اللي عارف الحاجه اللي كنطمحوا ليها الدخل ديالنا، والنيه ديالنا الدخل بداك القدر اللي حنا كنكونوا باغيين اننا نحققوا الاهداف ديالنا وبغينا اننا نتغيروا، الله كيجيب لنا غير داكشي اللي كنقلبوا عليه. وبطبيعه الحال الانسان دائما خصو يدير اسباب كيف ما كنقولوا. يعني تطوير المشروع عاونني انني خصني الهدف ديالي او الدافع ديالي، وفي نفس الوقت واعيه بانني انا اللي خصني ننجح الدافع ديالي. والبروجي مع فوريفر عاوني لان عطاني واحد المشروع اللي كيحترم جميع المعايير اللي خصهم يكونوا في المشروع باش انه يكون ناجح. هذا هو اللي كاين. شكرا مدام خديجه. انطلاقا من الجواب ديالك، يعني نفهموا باننا حنا الحمد لله تنبيع الحلول اللي هي الحريه اللي هي السعاده. فواش متفقه معايا بان العديد من الاشخاص تيقلبوا على واحد السر
ديال النجاح مع فوغيبا، واش كاين هناك اسرار النجاح؟ صراحه ما كاينينش شي اسرار النجاح بكثر ما كاين ملي كيكون داك الايمان، الايمان بالفكره والايمان بان خص يكون عندك داك الايمان الداخل ديالك ديال ان راه ما كاينش شي مشروع احسن من هذا. واحد المشروع اللي كيتعتبر فرصه مقاوله جاهزه للاخذ، اللي المعنى ديالها انك تعطيك الفرصه اللي انت الا بغيتي دير مشروع خصك الضبط تما راه باش تلقى واحد الفرصه بحال هذه. حيت الانسان ملي كيمشي يبحث على في المقاوله ويفهم المقاوله المعنى ديالها بان باش تقلب على فكره وتمشي دير دراسه السوق، فوريفر درت دراسه السوق وعطاتني جوج المجالات اللي هما خدامين، المجال ديال الصحه والمجال ديال الاعمال اللي هو كنبيع برودوي من اجل الصحه لانني كنقدم حلول كيف ما قلتي. نعم. والمقاول هو انه دائما كيحل المشاكل كيف الحايل كيف ما كيقولوا، حنا كنحلوا واحد المشكل في الجانب اللي عنده علاقه، يعني كنقدموا واحد البرودوي بالجوده مزيانه واللي ما كيحشمناش مع الكليان، وكذلك لو سيرفيس اللي هو اننا كنقدموا الفكره ديال المشروع. يعني الشركه عطاتنا واحد يعني مقاوله جاهزه للاخذ، خصني انا نوعى بداكشي لان راه كلشي حنا اللي كننجحوا المشروع. ملي غادي نرجع على النجاح ديال المشاريع غادي نقول لك شنو هو سر النجاح، علاش هذا نجح في المشروع ديال الزواج. راه المشروع ديال الزواج راه ماشي مشروع اللي هو فاشل، كيكون الانسان اللي هو كينجح هذاك المشروع. يعني نفس الشيء بالنسبه لاسرار النجاح ما كاينينش، العكس ان الشركه موجده لينا كلشي سواء في التكوينات ديال لي برودوي. كيخص سر النجاح هو انك تكون حاضر في المقاوله ديالك وتعرف داك الشيء اللي خصو يدار، ما تبقاش تسنى شي واحد اخر انه يخدم في بلاصتك. هذا هو سر النجاح ديالي. الا رجعت لراسي انا كيفاش كنخدم، راه كنقدر نقول لك كنكون في المقاوله من الصباح حتى الليل، انا حاضره كاينه، ما كاينش شي نهار اللي غادي نقول واخا نكون عيانه، واخا نكون عيانه راه كنكون خدامه. هذا هو سر النجاح اللي نقدر نقول لك انه كاين، لان الانسان ملي كيكون مستمر في واحد الحاجه اكيد النتائج غادي يلقاهم غادي يلقاهم. متفق معك مدام خديجه. والا انطلقت من التجربه تبارك الله يعني الكبيره في هذا المجال هذا، وعلى يديك تربوا اجيال من المقاولين الناجحين، وهذا ان دل على شيء فيما تدل على اتساع الحمد لله لوغيزو ديالك في المغرب وخارج كذلك ارض الوطن، وهذا الشيء اللي تنهنئك عليه كسيده ما شاء الله. وبالمناسبه تنبغي نقول انه كاين واحد 70% تبارك الله من النساء في المغرب، عدد كبير ديال كلهم ناجحات، فهذا عمل كبير. فمن هنا غادي يجي السؤال ديالي، الى طلبت من مدام خديجه تعطينا تعريف المشروع ديال فوغيفر ليفينغ برودكت اللي نقدروا نوحدوا به هذه الكلمه ديال كل المقاولين عبر المغرب، وشنو رايك في الراسمال اللي تيتكلموا عليه العديد من الناس اللي بغاو ينخرطوا ديال الباقات او لا ديال الطلبيه الاولى؟ بالنسبه لراس مال كيخص الواحد اي واحد يفهم بان ملي كنبغيو نبداو مقاوله راه فيها راس مال. نعم. وراس مال كبير، راس مال ملي كنجيو نبغيو نبداو مشروع، ملي كنهضروا على محل راه خصك راس المال اللي هو ثابت وخصك راس المال اللي هو كيدور. حنايا مع فوريفر ما كاينش شي راس المال اللي هو غادي نقول كراس مال، هذاك برودوي سلعتك اللي غادي تاخذها وغادي تروجها وغادي تكبر راس المال ديالك. وهذا الشيء هذا كيخليك ان ملي كنرجعوا لفوريفر شنو عطيانا، لان دائما كنبغي نهضر بالعقليه ديال المقاول. نعم. الانسان ملي كيبغي يدير واحد الفكره كيخصو يحط ليها واحد بيزنس بلان كيف ما كنقولوا خطه عمل. الشركه عاطيه انا واحد بيزنس بلان اللي فيه كيفاش انك تطور راس المال، كيفاش تطور المشروع ديالك، يعني كيفاش ان المشروع ديالك كيتطور مداخل كيكبروا. يعني باش تلقى غير واحد المشروع اللي دائما كنرجع لهذيك فكره مشروع جاهزه للاخذ وتلقاها بانك تخدم في واحد المجال اللي هو خدام وعندك بيزنس بلان اللي غادي تخدم عليه وعندك الادوات العمل اللي غادي تخدم بهم، راه ملي كنرجع راس المال راه ما كاينش. يعني راس المال مقابل هادشي اللي كيتعطى راه كيتسمى بان واحد يعني واحد هذا اللي كيدور، يعني ماشي راس مال. كاين سؤال حول فين تتجلى القوه ديال فوريفر؟ بالنسبه للقوه ديال فوريفر ولا اي بروجي كتجلى في الجوده ديال البرودوي. لان ملي كنبغيو نبداو اي مشروع كيخص نشوفوا الجوده ديال البرودوي الا كانت، لان الكليان راه كيقلب على نتيجه كيف ما كنقول، ماشي كيشري باش يشري. ملي كيشري وكيلقى النتيجه كاينه كيعاود يشري عندك وكيعاود يشري. ما بين الامتيازات ديال البروجي ديال فوريفر هو ان عندك واحد البرودوي اللي كيتستهلك وكيعاود يتستهلك. يعني المنتوج القوه ديال فوريفر في البرودوي ديالها، البرودوي اللي في العمر ديالو 45 سنه. نعم. وحاد بالمواد الاوليه اللي كلهم طبيعيه وعلامات جوده اللي هما كثيره. يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي يقول لي حق البرودوي ما هوش البرودوي، الجوده 100% كاينه. نعم. علاش؟ والدليل هو العلامات الجوده اللي كاينين. يعني القوه ديال فوريفر في البرودوي ديالها، وانا شخصيا زعما لي برودوي ديالها عاونوني بزاف في الصحه ديالي باش نكون في الصحه مزيانه. جميل. ولا طلبت منك تعطيني واحد برودوي ولا دو برودوي بريفيري مدام خديجه؟ والبرودوي اللي كنستهلك بزاف حنا في المقاوله كنحتاجوا التركيز. نعم. كنحتاجوا الطاقه. نعم.
خذوا اللي كنستهلكوا بزاف هو لاغتيكسي الاوميغا 3 مزيان للتركيز اللي كيعاوني بزاف، وعاد بزاف ديال لي برودوي اخرين بحال فيتامين سي بحال الدايلي البروبي كاينين بزاف لي برودوي اللي كنستهلكهم الالوفيرا خصوصا ميني الالوفيرا هذاك راه كنعطيه الدق في النهار لان عاوني بالنسبه للصحه ديالي. يعني هادو لي برودوي اللي كنستهلكهم بزاف عاد لي برودوي وحدين اخرين. اذا اول زبون ديالك هو راسك مدام خديجه ما شاء الله ما شاء الله ضروري هو راسي ما شاء الله. اذا هذا تبارك الله تيدل على النجاح والاستمراريه ديالك في العمل، وكذلك الساده المقاولين كلهم مشكورين تنشكرهم من هذا الباب وتنتمنى لهم التوفيق ديال الفريق ديالك وكل الفرق المغربيه عمل كبير. فالاستمراريه شيء مهم، كاين واحد جوج الانواع عندنا في لوغيزو ماروكان وباقي كاع العالم مدام خديجه. في المغرب تقريبا كاين 40 الف مقاول اللي هو نشيط نشيط يعني يقوم بطلبيات واحتضانات. فكاين جوج الاصناف، واحد الحمد لله ناجح ومستمر، واحد توقف لظرف ما على العمل ربما رد المشكل عدم فقدان المهاره، ولكن تنقول انا كاين ما كاينش انضباط ما كاينش التزام. واش متفقه معايا؟ متفقه معك دائما كنرجع لاي مشروع كيف ما كان يكون، ديما كنهضر معكم باي مشروع كيف ما كان يكون باش الانسان يكون ناجح، لان دائما كنرجع البروجي مع فوريفر بحالو بحال اي مشروع كنخدموا بلا مارك ديال فوريفر، لان كتعطينا واحد المجموعه ديال الامتيازات اللي صعيب اننا نلقاهم في المشاريع اخرى. باش تلقى مشروع اللي تقدر انك تخدم على عده مداخل ماشي غير مدخول واحد، راه ملي كدير مشروع راه كتلقى مدخول واحد، ولكن هنا يعني البروجي عطيك واحد الامتيازات كبار. يعني بالنسبه للمقاولين كاين اللي كيستمر وكاين اللي ما كيستمرش، الفرق اللي كاين هو ان كاين اللي بادي وعارف راسو علاش بادي، وكاين اللي بادي وما عارفش راسو علاش بادي. يعني هذا السؤال هذا مزيان ان اي مقاول يصور راسو علاش انا هنا، وملي يكون هذيك علاش خصو يعرف علاش، ماشي علاش انا هنايا. كاين بعض المرات كنسول هذا السؤال ملي كنقول علاش درتي هذا المشروع هذا، كتقول لي بغيت نعمر وقتي، كنهضر بالنساء حيت كنخدم معاهم. نعم. بغيت نعمر وقتي، اولا حكا راجلي قال لي في عوض ما تبقاي جالسه غير ديري شي حاجه. هذا النوع هذا ما عندوش هدف، ما عندوش علاش غادي يتقاتل، لان ملي كندخلوا في العالم ديال المقاوله باش نخرجوا من منطقه الراحه خصنا شويه ديال اننا نخدموا على راسنا. ملي كما كيكونش هدف وملي ما كيكونش واحد الدافع ولا علاش الانسان داير المقاوله، شنو كيلقى؟ كيلقى راسو ما عندوش علاش غادي يتقاتل. وعاد الحاجه الثانيه هو ان كيف ما قلت لك قبيله ديال ان الانسان يكون يفهم ويوعى بانه هو اللي مسؤول على النجاح ديالو، ماشي شي حد اخر. فوريفر عاطي انا داكشي اللي خصها تعطينا، ما يمكنش انها دير التسويق في بلاصتك، ما يمكنش انها دير الخدمه ديال المقاول، الخدمه ديال المقاول هي الخدمه ديالو، ولكن فوريفر عاطي انا داكشي اللي باش وعداتنا سواء في الارباح سواء في الجوده ديال البرودوي سواء ان كل عام كيتزادوا لي برودوي جداد سواء وكذلك في في في, في هذا في اللوجيستيك سواء في كل شيء. يعني كتبقى الخدمه ديال هذاك المقاول باش يديرها كيخصو هو يكون عنده واحد المسؤوليه تجاه النجاح ديالو. اللي كنهضروا على مسؤوليه تجاه النجاح ديالو ما يبقاش يلوم الاخر، ما يبقاش يلوم حقا ما كاينينش الناس اللي غايشريو كمثال حقا. كيف ما قلت لك قبيله البرودوي ما كيتباعش والبرودوي ما كيتباعش، راه حنا اللي كنبيعوه الا ما درناش كيفاش يتباع راه ما يتباعش حقا. المهم كيبقى يلوم الاخر يلوم الاخر. وهذه الحاجه الثانيه هو ان الانسان يكون يغير الطريقه ديال التفكير ديالو، الطريقه ديال التفكير مهمه بزاف باش الانسان ينجح. ودائما ملي كنهضر على تغيير الطريقه ديال التفكير خصو يكون انسان ايجابي، وملي كنهضر على الايجابيه ببساطه كنفسرها باليقين كبير في الله، ديال ان تكون عندك الثقه الكبيره في الله بانه هو اللي كيحقق لك الاهداف ديالك. حنا كنديروا اسباب، ما غاديش نعرف شكون اللي غادي ينجح وشكون اللي ما غاديش ينجح، ولكن اللي كينجح هو اللي كيخدم على راسو هو اللي عنده اليقين كبير في الله. هادو هما الاسباب اللي كيخليو المقاول انه ينجح كيف ما كانت تكون هذيك المقاوله. ما هذاك اللي كيبدا وباغي ينجح بدون مجهود راه اكيد راه كيبقى تما، حيت كيتقدم له مشروع اللي كيحترم جميع المعايير اللي خصهم يكونوا في المشروع باش يكون ناجح، كيبقى الخدمه ديالو هو كمقاول. هذا هو اللي كاين. صحيح، تغيير العقليه، البرمجه، المايندسيت، هذه كل اشياء لو ترانسفير من الانسان عادي الى انسان غير عادي، كلها اشياء اللي الحمد لله حنا تنتلقاوها في الدورات التكوينيه والتتبع ديال كل المقاولين الحمد لله في هذه المنظومه اللي ناجحه عبر العالم في التسويق الشبكي العلاقاتي. ومن هنا بغيت نسول مدام خديجه وكل شيء تنتظر هذا السؤال، مدام خديجه كيفاش تتبدا الحياه اليوميه ديالها مع فوغيفاغ من الصباح حتى المساء؟ بغينا نعرفوا اجنده العمل.
أجندة العمل. المهم بالنسبة لي أنا كنحط الأولوية في النهار ديالي راه هو البروجي ديالي. عندي وليدات، عندي ثلاثة الوليدات، عندي بيبي صغير يلاه في 6 شهور اللي يحفظهم ليا. ملي كنفيق في الصباح راه كيخص الواحد أنه شوية ملي كنقولوا حكا ما عندناش الوقت خصنا نعرفوا كيفاش ننظم الوقت ديالنا. كنا كنفيقوا معطلين ونوليو نفيقوا بكري، يعني في الصباح ديالي راه كيكون فيه النهار ديالي دايز يعني مع الوليدات من 11 تقريبا حتى الليل راه كنبقى الخدمة ديالي المقاولة. يعني من 11 ديال الصباح تقريبا ديما حاضره باش كنجاوب المقاولين والمقاولات اللي معايا. كنقاد البروغرام ديالي في الاول ديال الاسبوع، النهار لحد كمثال البدايه ديال الشهر كيتقاد البروغرام، والنهار لحد كنذكر بداك البروغرام اللي غادي نخدم به اللي كيكونوا فيه لي بريزونطاسيون بروجي لي زاتولي برودوي اللي كيداروا، عرض فكره مشروع وكذلك عرض المنتجات وعرض وكذلك التكوينات ديال المقاولين والمقاولات واللي كنمشي بالاحتياجات ديالهم ديال المقاولين. المقاول ما يمكنش انا نبقى ندير واحد التكوين اللي كيجيب لي الله بان محتاجين المقاولين، خصنا اني ندير واحد السونداج ونشوف المقاولين ديالي شنو محتاجين في التكوينات باش كنوجد لهم التكوينات اللي محتاجين. هذا هو بالنسبه لاجوندا ديالي. يعني كنكون في الخدمه اكثر من ماشي كنخلي الخدمه هي الاخرى. وكيف ما قلت لك قبيله راه ديك انني ديما حاضره في المقاوله هي اللي خلتني انني اليوم نكون ناجحه. وبطبيعه الحال هذا العمل المتواصل هو اللي تيعطينا الثقه وتيعطينا كذلك مقاولين ومقاولات مسؤولين ومسؤولات. وبالتالي تنشوف تبارك الله في يعني في لوغيزو ديالك مدام خديجه الى ما قدش نقول 100% وانما 95% كلهم تبارك الله ما شاء الله نساء. وبالمناسبه تحيه كبيره للمراه المغربيه. فاليوم عندك واحد مقاول جديد يلا اخذ الطلبيه ديالو وتسلم الطلبيه ديالو الاولى او الباقه بطبيعه الحال ديال فوغيفاغ اللي تتيح العمل لكل واحد باش يبغى ينجح. فشنو خصو يدير هذا المقاول؟ اول خطوه اللي تتنصحيه بها باش يحصل على واحد النتيجه اللي هي افضل ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي غادي ننصح به اي مقاول ملي كيبدا كيخصو يركز شويه على التكوينات باش يفهم. الحاجه الاولى خصو بعدا يعرف علاش هو في البروجي. كيف ما قلت قبيله خصك تحط شنو هو الدافع ديالك وعلاش انت هنا، وباش تعرف الاهداف ديالك اللي هما قريبه واللي هما في المتوسط المدى وبعيد المدى باش تعرف راسك علاش غتخدم. عاد كيخصنا ما يمكنش اننا نخدموا وما فاهميش السلم الارباح. سلم الارباح خصنا نعرفوا شنو هو الكراد اللي حنا فيه، شنو هو الكراد اللي هو لوبجيكتيف ديالنا اللي هو الكراد ماناجر، وشنو هو الكراد اللي غادي نخدموا عليه. وخصنا نحطوا له الخطه ديال كيفاش غادي نجيب هذاك الكراد اللي هو الكراد ديال انيماتور. موراها كيخصني ندوز نفهم لي فور كورس وكذلك نفهم لي كاتر سيسي اللي كيتسمى مقاول النشاط. يعني ضروري انني نفهم دوك الاساسيات اللي هما ضروريه في التكوين ديال الديماراج ديالي. عاد كندوز للتكوين ديال لي برودوي، عاد كندوز لشنو هي البرونداكسيون ديالي اللي غادي نخدم به في الاسبوع واللي خص يكون هذاك البرونداكسيون كيحتار من الرواكز الاربع. يعني كيخص يكون البلانينغ ديالي اللي كنخدم به كيحتار من الرواكز اللي عندنا في الرواكز اللي كنخدموا بهم. هذوك الرواكز الهدف منهم هو انك تطلع المقاوله ديالك صحيحه. يعني هادو هما الحاجات اللي كنصح بهم اي مقاول كيبدا ويدير في باله بان خصو الصبر باش يخدم على راسو، باش يخرج من منطقه الراحه، باش انه يتكون وياخذ المعلومه ويفهم. كيخصو يصبر لان صراحه راه كاينين كيف ما قلتي كنخدم بزاف مع النساء، وهاد القضيه كنقولها للنساء ان كيكونوا نساء اللي هما جالسين في الدار ما كيديروا والو. وملي ما كنديروا والو المشكل اللي كيوقع لينا في الدماغ ديالنا هو ان كيتكاسل باش نعاودوا نرجعوا نخدموه. كيخصنا نديروا له الترويض. هذيك الترويض راه كيحتاج واحد المده باش اننا نحركوه من جديد. وكاين اللي نقدروا نعطيوه التكوين ديال الديماراج كمثال، غادي تكون مع التكوين ديال الديماراج يقدر ما يقشع فيه والو. داكشي بسيط ماشي شي حاجه سهله، ولكن اللي كيهم هو ان خصو يعاود التكوين ديال الديماراج ويعاود حتى يفهم. لان الانسان ملي كيخدم هو فاهم وعنده واحد الرؤيه اكيد راه كيمشي بعيد. وكنهضر دائما على الفهم، شي حاجه مهمه بزاف. حيت ملي كتفهم البروجي ديالك وعارف شنو فيه وعارف شنو كيتعطى لك راه خصك تفهم بان شنو اللي عليا انا نديرو. لان كاينه الخدمه اللي كديرها فوريفر والخدمه اللي كيديرها المقاول والخدمه اللي كيديروها لي زابلاين. ما كاينش زعما شي فوريفر بوحدها غتخدمو غادي ينجح المقاول، ما كاينش لي زابلاين غادي يخدمو غادي ينجح المقاول. الخدمه ديالنا كامله خصها تكون باش ان المقاول يزيد براسو القدام. وديما كنقول واحد القضيه، راه النهار اللي كتنجح راه كتنجح راسك، النهار اللي كتوصل لمداخيل كبار راه كتوصل لمداخيل ديالك الكبار. وخص اي مقاول يفهم بان كنا في البدايه ديالنا تلاقينا مع المحبطين، راه ما جيناش ونجحنا. راه الا جيت نهضر على راسي راه كانوا المحبطين دايرين بيا، ولكن كنشكرهم بواحد الشكر كبير لان بسببهم باش نجحت. حيت انا واحد الانسانه اللي كنتحدى اي واحد كيقول لي ما غديري والو. ملي كيقول لي ما غديري والو عاد كنقول له يلاه انا غادي نوريك علاش قاده. يعني هذا هو اللي خصني، ما نبقاش نقول حكا فلان قال لي وفلان، خذها بطريقه ايجابيه وخدم، وهداك الشيء غادي ينفعك غير انت وغادي ينفع الناس اللي كيبغوا لك الخير. هذا هو اللي كاين. كلام شيق معك يا مدام خديجه. ومن هنا تجرنا الحديث
بغينا نعرفوا مدام خديجة تبارك الله الرحلات والجولات والأسفار اللي تبارك الله حصلتي عليهم مع فوغيفاغ. الأسفار صراحة الأسفار اللي عطوني بزاف، منهم أنني ما كنتش كتصور بأنني غادي نخرج خارج المغرب، كنت بقيت أنا كيف ما كنقولوا، كون ما خديتش القرار غادي نبقى العكس كنرجع للور. سفريات كانوا سفريات ديال كانكون، كانوا سفريات ديال بالي، غير السفر الاخراني اللي ديال شهر 10 مشينا لباتايا، وكاين سفر وكذلك ديال العام الجاي للهند، وكاينين اسفار جايه ان شاء الله، لان فوريفر كتعطينا لي تشالنج، والهدف دائما من لي تشالنج هو التطوير ديال المقاوله ديالنا، وشي حاجه اللي هي مهمه بزاف ان الواحد يكون خدام وفي نفس الوقت راه هو كياخذ سفريات اللي في المستوى. صراحة معك الحق، لأن هذه أمانة الحمد لله تناخدوها على العاتق ديالنا مع المقاولين ديالنا، المكتب ديالنا ولا هو في السيارة يعني تجوال عبر المغرب الحمد لله، وتنتلاقاو مع مجموعة من المقاولين. إذا آخر سؤال مدام خديجة، نصيحة اللي ممكن تقدميها المقاول المقاولة، وكذلك نصيحة للناس الإخوان اللي بغاو يلتحقوا مع فوغيفاغ اليوم قبل من غدا. النصيحة اللي غادي نعطيها لكاع المقاولين والمقاولات، غادي نقول لهم الواحد يخدم، خصو يامن بالخدمه ويدير الخدمه ديالو اللي خصها دار، وفي نفس الوقت الاستمراريه كنأكد عليها بزاف، وما يركزوش على النتيجه بكثر ما خصو يركزوا على الخدمه، لان هذه مهمه كتخلينا نزيدوا، ما نبقاوش حنايا كنقلبوا على النتيجه وصافي، النتيجه كتجي بالخدمه، باش انني نوصل لواحد النجاح كيجي بانني لو كنت خدامه وكنتقاتل. يعني الانسان يركز على الخدمه اللي خصها دار وينسى النتيجة، لأن النتيجة دائما كنهضر عليها بأن في يد الله ماشي في يدنا. نعم. والنصيحة اللي غادي نعطي لأي واحد باغي يلتحق وباغي أنه يبدأ البروجي ديالو مع فوريفر، أحسن مشروع، أحسن مشروع في عوض ما تقاتل أنك تقلب باش دير مشروع ديالك، كتلقى فكرة اللي هي واجدة وجاهزة، وفي نفس الوقت برأس المال اللي هو بسيط، اللي ماشي شي رأس المال اللي الإنسان غادي نقولوا حكا شي رأس المال اللي ما يقدش عليه، رأس المال اللي هو بسيط جدا، لهذاك رأس المال راه غير سلعة، السلعة اللي كتقداها وكتبدا بها البروجي ديالك. هذا هو اللي غادي نقول لاي واحد باغي يبدا، ومرحبا بهم كاملين، وكنتمنى التوفيق والنجاح لجميع المقاولين والمقاولات، ودائما كنأكد على الاستمراريه والصبر، راه بالاستمراريه والصبر باش كيجي الناجح. بارك الله فيك مدام خديجه، وشكرا على القلب الكبير ديالك، وتبارك الله الحديث كان معك شيق، مجموعه من الافكار، مجموعه من التجارب، مجموعه من النصائح اللي استفدنا منها كاملين. شكرا لك مره اخرى، تحياتي للزوج ديالك. نختم بها سي مصطفى. نعم. لانها مهمه بزاف، انا هضرت قبيله على اني ما كملتش المستوى الدراسي ديالي، يعني ما كانش عندي شي مستوى دراسي، غير باش يفهموا بان هذا الشيء اللي كنهضر به اليوم راه خديته مع فوريفر، ما خديتوش في شي بلاصه اخرى، يعني هذا الشيء اللي وصلت ليه في الشخصيه ديالي وفي انني نميت راسي وزدت براسي للقدام وبالعقليه اللي وصلت ليها اليوم وكنهضر بها، راه هذا الشيء هذا ماشي قريته، وانما يعني ماشي قريته قبل، وانما قريته في مدرسه الحياه اللي مع فوريفر، هذا هو اللي خلاني انني نوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه والحمد لله. صراحه كل شيء تيشهد بالمصداقيه، وكل شيء تيشهد بالكفاءه المهنيه ديالك والمعقول ديالك مدام خديجه، وهذا هو سر النجاح ديالك مع المجموعه ديالك، فشكرا لك. الله يحفظك. مره اخرى ان شاء الله نتلاقاو في لقاء اخر ان شاء الله. تحياتي للزوج ديالك سي حسين، لان له دور كبير حتى هو في المشروع ديالك. اذا شكرا مره اخرى، لنا لقاء اخر، موعد اخر مع سلسله وات ماتير موست ميتينغ ان شاء الله، نتمنى نشوفكم على خير المره المقبله، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.